يتسع صدر الثورة السورية على الرغم من مأساوية الأحداث، يتسع لبعض الحوادث النادرة والطريفة التي سببها 40 عاما وأكثر، 42 عاما من حكم الأسد. ضابط منشق يشرح أسباب الانفصال والانضمام إلى الجيش السوري الحر، يعدد جرائم النظام ويشهر الطلاق مع الماضي، لكنه في النهاية يقسم الولاء لسوريا الأسد. أنا المساعد أول رشيد برادعي، أعلن تشكيل كتيبة الفرقان في منطقة ريف شمال إدلب التابعة للجيش السوري الحر، وأني أتعهد بما يلي: حماية المظاهرات السلمية والدفاع عن المواطنين العزل من هجمات عصابات الأسد والشبيحة، وقل اعملوا وسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين. عاشت سوريا الأسد! عاشت سوريا الأسد! عاشت.